أولى فقرات صباحنا لليوم مع فرح نم الشباب اللي هن أساس مستقبل سوريا القادم، وطاقاتهم اللي هي وقود لإسراع عجلة إعادة الإعمار وضمان الأسس السليمة بكل المجالات من خلال خبراتهم وأفكارهم وطاقاتهم. وانطلاقا من أهمية هالموضوع، كان الشباب واستثمار قدراتهم هو بوصلة ذهب ثلاثة أكبر معرض فرص تفاعلي بشارك فيه أكثر من 40 جهة تنوعت باختصاصاتها ومجالاتها، وبتستهدف الشباب السوري والطموح اللي بيبحث عن فرصة عمل أو فرصة تدريب أو حتى تطوير. لحتى نحكي أكثر على هالمعرض معنا بتول الشيخ بكري، منسقة إعلامية بالمعرض، وسهى المدني أيضا منسقة إعلامية. صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيكم. النور، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم عن الجديد. صباحك يعني رح صباح نبدأ معك بتول، عم نحكي عن معرض ذهب ثلاثة، تحكي لنا شو عن فكرته وشو هو؟ معرض ذهب ثلاثة هو أكبر معرض لفرص العمل. هلأ أقامت خبرات سوريا فعالية ذهب ثلاثة بدعم من جمعية ساعد. فعالية ذهب ثلاثة هي بتستهدف الشباب الجامعي الأكاديمي، وحتى في عنا فرص للشباب اللي غير أكاديمي. هو بيأمن فرص عمل لكثير من الشباب، بيأمن دورات تدريبية، حتى بالتنسيق مع شركات خاصة. أكيد بالتنسيق مع 47 لهلا شركة بكافة المجالات بكافة الاختصاصات. أكيد حتقام فعالية ذهب ثلاثة بواحد واثنين الشهر العاشر تشرين الأول، بسائب الأحد واثنين القادم. حنكون بفندق قدام روز قاعة المتنبي من الساعة 12 الظهر للسبعة المساء. فنحن ناطرين الشباب السوري اللي كلهم طاقة وهن أملنا وهن كنزنا. أكيد سهى، خلينا نفهم منك أكثر بالتفصيل. يعني اليوم عم نحكي عن عدد كبير كتير من الشركات يلي هي حتحط بصمتها وتساعد الشباب، وبالمقابل عنا كمان أعداد كبيرة من الشباب يلي ناطرين فرص العمل، لكن لأي درجة لازم يكون في يمكن وعي لطاقات الشباب وكل شخص وكل شاب يمكن شو بيناسبه من فرص العمل؟ قد حطيتوا هذا الشيء بعين الاعتبار؟ هلا نحن متواجده عندنا 47 شركه بمختلف الاختصاصات، اختصاصات طبيه، اختصاصات صيدله، فنيه، موارد بشريه، كافه الاختصاصات موجوده عندنا بالفعاليه. الطلاب اللي بدهم يتقدموا هن طلاب خريجين جامعه، ان كانوا خريجين جامعه وان كانوا عم يدرسوا بالجامعه، وكمان عندنا فرص للمهنيين. نحن اهتمينا اكثر شيء انه يتابعوا كلهم يجوا على الشركه، يعني يقدموا السي فيات هنيك، ونحن عندنا كادر كامل بيساعدهم على تقديم السي فيات وبيساعدهم على كتابة السي في اذا هن مو كاتبين السي في تبعهم، وبيقدموا السي في تبعهم وبيصير عمل فرق، يعني مقابلة عمل مباشرة بينهم وبين الشركات، وعلى اساسها بيتم القبول. طب بتقول كنا عم نحكي مع سهى عن تقديم السي فيات، هي الآلية انه الطالب يكتب خبراته شو هي طاقاته ودراسته وبيقدم السي في، وانتم بتوجهوه للشركه المناسبه او العمل المناسب مع شهادته وطاقاته. تمام. طب خلينا نحكي الشركات الجديده اللي فاتت على المعرض ذهب ثلاثه، وخلينا نحكي عن آلية الصحيحه للتقديم، بما انه انتم عم تقولوا انه ان شاء الله بقدام روز حتكونوا عم تستقبلوا كل الطلاب او الشباب، فاحكي لنا عنه. تمام. هلا نحن عندنا بيميز فعاليه ذهب ثلاثه هي مشاركه 31 شركه ما كانت مشاركه من قبل باختصاصات طبيه، صيدله، تامينات، اتصالات، هندسيه حتى. نحن كفريق خبرات كامل ومتكامل اكيد جاهزين لنساعد اي شاب ما عنده او ما عنده القدره انه يكتب السيره الذاتيه بشكل اكاديمي او بشكل حرفي. نحن جاهزين يتشرف لعنا بفندق قدام روز قاعه المتنبي مثل ما قلت لك من 12 لل 7، يعني حتى السي في عليكم. تمام. اكيد نحن حنساعده بكتابه السي في بشكل اكاديمي بشكل حرفي ليقدمه للشركه اللي هو حاططها بباله من قبل ما يجي. كل شركة من الشركات مقدمة شواغر معينة، طبعا هي التفاصيل الشواغر هي منزلة على صفحة خبرات سوريا على بوست مخصص للشركات، موضح فيه كل شركة داخلة معنا شو الشواغر اللي طالبتها. نعم. يعني سوها مو بس في فرص عمل وأيضا في دورات تدريبية مثل ما عرفنا عنكم، خلونا نعرف أكثر ليش هي الدورات التدريبية، يمكن شو بتضيف لهدول الأشخاص، وهل هي يمكن إعداد لحتى يلاقوا فرص عمل للأشخاص يلي فعلا ما حالفون الحظ، أو هني كمان للأشخاص يلي قدروا يحصلوا على فرص عمل للمرة الأولى ولكن اللي صقل قدراتهم؟ هلا نحن منطلقين مبدأ انه شبابنا كنز ولازم نستثمر طاقاتهم بكل الفرص، لهيك في عنا دورات تدريبيه لتدريب طاقات الشباب واستثمارها بشكل صحيح. فهي الدورات التدريبيه بتساعد على انه نستثمر طاقات الشباب ونوظفها بطريقه صحيحه
وبعدها بيتقدموا للتوظيف المباشر وعمل فرص العمل، ومشان يكونوا قادرين انه يوقفوا بسوق العمل. يعني حتى نحن ممكن نساعدهم انه يحددوا مسارهم المهني. احيانا كثير بيكون الشاب ما عارفان لشو يقدم لشو كذا، فنحن حنساعدهم حتى بانه يحددوا المسار المهني، ومن ضمن السي في والخبرات بيتقدم لهم. خلينا نقول الدورات التدريبيه هي اللي عم تمسك بايدهم حتى يختاروا تمام. فعلا كل شخص شو بيناسبه وكل شخص يحددوا الطريق الصحيح. تماما. سهى طب احكي لنا، يمكن بيقول المثل ماله قديم ماله جديد، فنحكي عن التجارب السابقه بما انه هذا المعرض الثالث لدهب. التجارب اللي قمتوا فيها بطبعا مساعدة الشباب حصول على وظائف بالشركات، كيف كانت على أرض الواقع؟ هل نجحت؟ هل استمرت؟ نحكي عنها، ويعني إنه هي بلكي هي خطوة اليوم لتحسنوا معرض ثلاثة، تستفيدوا من الأخطاء القديمة. هلا نحن هذا معرض ثالث لمعرض دهب على التوالي، صار كان في معرض دهب واحد ومعرض اثنين. السنة الماضية معرض دهب اثنين عنا كان 1000 فرصة توظيف، بيناتهم 700 توظيف شركات و300 مهنيين. خبرات سوريا هي عن مدى 7 سنين من التطوع عملت خلقت انه حاله من الثقه بينه وبين الشركات، فهذا الشيء كثير ساعدهم على التوظيف المباشر والتوظيف الاقوى اللي بيجي بيتطوع بخبرات سوريا. بدي نوه بس لزميلتي كمان اضافه لتعقيبه، انه خبرات سوريا انطلقت من 2011، هو فريق تطوعي شبابي مهني، حوالي 60 لل 80 شخص. نحن شباب حامل حب الطموح بين ايديه، حامل شغف طموح كثير كبير بانه نحن نساعد شبابنا لحتى يطلعوا الطاقات اللي جواتهم. خبرات سوريا عملت الكثير من الفعاليات خلال 7 سنين، غير انه تمام، غير انه عززت التشبيك مع الشركات السوريه، كمان قدرت تعمل فعاليه انت ادى. هي الفعاليه كانت موجهه للمواهب الفنيه من تمثيل صحيح. وغناء ورقص، كانت نوعا ما على نطاق ضيق بمنطقه جرمانه، وطلع منها كثير من الفرق اللي هلا هي على الساحه الفنيه واللي مشهوره ومعروفه بالداخل والخارج. تمام. في فعاليه كون واثقا واحد واثنين، كون واثقا واحد هي بغض النظر واحد واثنين كان هدفهم واحد، هي العمل على أفكار الشباب الجامعي لتطبيقها على أرض الواقع قد ما كانت متناهية في الصغر، كمان كان كتير ناجح، وإن شاء الله حنكون بالأيام القادمة يعني على نفس المسار ونعمل خطوة ثالثة بيكون واثقا. بنختتم كمان بفعالية دهب واحد بال 2015، فعالية دهب اثنين بال 2016، وهلأ عنا فعالية دهب ثلاثة، وكمان في فعالية بي آر نتوركينج. هاي الفعالية بتعمل على التشبيك بين الشركات السورية وبين الشركات الاقتصادية الهامة بالبلد، فهي كتير مهمة لتفعيل العجلة الاقتصادية بالبلد. نعم، يعني حكينا يمكن أغلب المواضيع اللي تناولتوها وأغلب الاختصاصات، لكن في يمكن كمان عم تعدوا لأفضل مذيع، يعني هذا الشيء كمان طرحتوه، فقد ايه انتم بالجانب الاعلامي ممكن تدعموا الاشخاص اللي عندهم موهبه وعندهم شويه خبره واراده انه فعلا يفوتوا بهذا المجال، وكيف عم يتم التنسيق حتى مين ممكن الاطراف اللي تساعد هدول الاشخاص الموهوبين؟ صحيح، نحن هلا عندنا بالفعاليات ذهب ثلاثه مسابقه ميديا تشالنج افضل مذيع ناشئ. هاي المسابقة عم تختص بطلاب الإعلام حصرا لحتى تحسن توظف لهم فرصة لطلاب الإعلام، لأنه ما عم ياخذوا حقهم حاليا، يعني بين الكبير اللي عنا الموجود من الاعلام. مسابقة ميديا تشالنج بتقوم على 3 مراحل، اول شيء بيبعتوا فويس للمذيعين اللي عنا، وبعدين بيختاروا منهم، بتصير مسابقات وبينسقوا بيناتهم. عنا 3 مذيعين زملاء موجودين بالوسط الاذاعي، وهن على اساسهم بدهم يختاروا الصوت المناسب لحتى يكون نحن نختار 3 اصوات، عفوا 3 اصوات، وراح يحصلوا على فرصة تدريبية وفرصة بإذاعة فيوز اف ام ومقعد بمعهد تدريبي. بتقول خلينا نحكي لك، كان حكينا يمكن بشكل عام عن معرض ذهب ثلاثة والأنشطة اللي قمتوا فيها، لكن كمان خلينا نحكي عن ردة فعل الشباب اللي انتو كمان عم بشوفوكم مادين ايد العون لفعلا يمشوا بطريق صح بظل الضياع يمكن بين انه الظروف والدراسة وتنظيم الوقت، خلينا نقول، او انعدام الفرص. تمام. فشو هي ردة فعل الشباب؟ كيف عم بيكون اقبال الشباب على هي المعارض؟ وكيف عم يلمسوا التجارب غيرهم؟ هلأ بفعالية ذهب ثلاثة على السوشيال ميديا عم نشوف تفاعل كتير كبير من الشباب على صفحة خبرات سوريا، كله عم بيقول انه
يعطيكم العافيه، فرصه كثير حلوه لانه نحن نلاقي الفرصه المناسبه خصوصا الخريجين. في اصداء كثير حلوه لهلا نحن ناطرينهم بفعاليه ذهب ثلاثه، واكيد لو ما كان عندنا نجاح كثير هائل بفعاليه ذهب واحد وكمان ذهب اثنين ما كان حيكون في لها امتداد اللي هو ذهب ثلاثه هلا. فهو نجاح مستمر ومستمد من تجارب ناجحه سابقه. بدي نوه عن شغله بس، بمسابقه ميديا تشالنج افضل مذيع ناشئ، انه هي المسابقه لطلاب الاعلام او الخريجين، رح يكونوا واقفين قدام لجنه مؤلفه من كبار الاعلاميين بالوسط الاعلامي الاذاعي او أكثر. التلفزيوني الاداء تمام. والصوت الاداء والصوت اكيد رح يكونوا من كبار الاعلاميين زملائنا بالوسط الاعلامي. التقديم بالاول حيكون عبر استماره نزلناها على صفحه خبرات سوريا على الفيسبوك. بيعبوا هاي الاستماره وفق معايير معينه. تم اختيار 50 شخص. هدول ال 50 شخص رح يبعثوا لنا فويس مسج باصواتهم، من خلال الصوت نحن رح نختار منهم ورح يتأهلوا للمسابقة معنا. طبعا المسابقة رح تكون على مرحلتين، ليفل 1 باليوم الأول وليفل 2 باليوم الثاني. فتفاصيل أكثر تكون عن زميلتي سهى. أكيد يعني سهى وبتول أخذنا منكم يمكن خلينا نقول شوية تفاصيل ومعلومات عن ذهب ثلاثة. بس بدي نوه عن شغلة بعد إذنك، إنه الراعي الرسمي حيكون لذهب ثلاثة هو الراعي الألماسي شركة سيريتيل. شركة سيريتيل كانت داعمة لنا من بداية خبرات سوريا من لما ابتدت ومكملة معنا. في عنا الراعي الذهبي شركة ليفل أب للتدريب والتطوير التخصصي، وكمان شركة معنا نتساعد عفوا معنا نستطيع. في عنا الراعي الفضي كمان فري ستارز سيتي كافيه اندومي ومجموعة الحضارة. كده احنا نتشكر جميع الجهات اللي بتشارك بدعم الشباب بغض النظر من هي الجهات او شو هي ماركتها التجارية او شو هي توجهاتها. فنحن كتير بدنا نتشكركم، ونحن اكيد بدنا نشد على ايدين الشباب دائما الفرصة موجودة نحن بنقول، لكن السعي الدائم هو الاساس بالنجاح. شكرا كتير إليك سهى، شكرا بتول، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق. تسلمي، شكرا لوجودكم معنا وموفقين. مشاهدي